فإن كل علم يشرف بشرف معلومه، وعلم التوحيد يبحث عن وجود الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته وما يجب له. وعلى هذا يؤسس ما ورد في جميع فروع الشريعة وفي أصولها، فهذا أصل الأصول. لذلك لا أشرف من هذا العلم، هو أشرف العلوم كلها. علم التوحيد هو أصل الأصول، وهو رأس العلم، وهو الذي ينبغي أن يبدأ به المرء في التعلم، لأنه إذا أحكم العلوم كلها سواه فهو جاهل لا يعلم شيئا. وإذا لم يعلم التوحيد أشرك بالعزيز المجيد، وإذا أشرك بالله تبارك وتعالى عذب، ولم يكن في الدنيا منصورا ولا في الآخرة ناجيا.